يا شباب بالبداية في فرق كبير حسب ما مسجل عندي هون بين الصادرات والواردات. في 4 فواتير ناقصة لم ترفق بالأرشيف وصاروا مرتجعين أكثر من مرضى بالبريد المضمون. المضمون ما في هذا بالبريد السريع. بالبريد السريع كيف تفسر شو رأيك استاذ حلاوي كيف تفسر هذا الشيء؟ انا قبل ما توجه لي مدير لي فيه الزميل كرم كمان عنده مسؤولياته بالنسبه للامضاء. هذا الملف اللي عم تحكي عنه متكامل وفي ناس مسؤولين عنه, يعني مش انه ترجع انه طيب لحظه استاذ كرم كيف ترد على الزميل نعيم؟ خليني اقول له شغله بس وضح انا نقطه كثير مهمه هون للزميل الحلاوي, انه ما بدنا نخلط موضوع لا في مسؤوليات على راسي مسؤوليات. بس انا ما قطعتك معلش حبيبي, ما احنا ما عم نتهرب من مسؤوليتنا, احنا معروفين احنا قد المسؤوليه واكثر. بس هو المكان كمان ما فينا نخلط موضوع الواردات والصادرات مع بعضهم, لانه فجاه بكون انه موضوع الصادرات بده امضى صغير بيمضي الزميل حلاوي, وفجاه بيجي من عنده هيك اعتباطيا بقرر انه هذا الامضى صار بده يرجع فيه للمدير المسؤول عنه. بس الفرق وين صار الفرق؟ زميل كرم خي لحظه مرحة خلينا عم نحكي بكل تفاهم, ما بدنا نعلق على زميل حبيبي. بس مديرك هو اللي بده يمضيه بالنهايه, انت ما اخذته لعند مديرك تيمضيه. انا هو لا لك شغله, انا هو ما في زوم نرجع لمدير, ما عم بقول لك ما فينا كمان نقرب من عنا انه ساعه بدنا نمضي وساعه ما هو مديرك هو لا مديرك لا 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 في قصه اجتماع الموضوع. كان في اجتماع هذيك المره لو حضرتك كنت موجود بالاجتماع كان موجود بس ما كنا نسمع. لو بتسمع مديري شو بيحكي ما كان صار هيك. انت بتسمع ما بتسمع على مدير؟ ما بسمع بلا سمعته لا انا سمعت لمديرك شو حكي بس ما بصدقه. نعم انا ما بصدق لمديرك. لحظه لمين ما بتصدقه؟ لا مديرك. لمديري انا ما بتصدقه. ما بصدقه لانه هذا كذاب. لحظه لمينك انت لتقول عن مديرك كذاب؟ معلش خلينا نروح شوي. لحظه انت كذاب ومديرك كذاب وانا سرميتي اشرف منك ومن مديرك ومن اللي عمل لك مديرك وجابه على المنصب كل هوا بوزك. لا يا شباب هيدي ردود فعل. لحظة يا شباب وهي ردود فعل. لحظة يا أستاذ لحظة إذا يعني هالتصرف هيدا مش تصرف, ليش عم تتصرفوا هيك؟ هالأمور ما بيصير هالتصرفات اللي عم تتصرفوها هيدي تصرفات بدبرية. معلش ما هو عم يتصرف من عنده عم بيهيني بالآخر. وقت صوتك بس خلق عمل إيه؟ امك حلق صحن يا امك بضيعت الكلام بتقولي بيرجع لك. يا شباب روحي بيضوا هيدا رد فعل خاطئ. ليش هالتصرف؟ لك شو ليش هالتصرف؟ معش عم بتشوفن على التلفزيونات باي اجتماع باي مناقشه عم بهبشوا بعضهم عم بيرفعوا الكراسي. طب واذا هبشوا بعضهم ضروري انت ضروري تعمل مثلهم؟ يعني غلط هذا التصرف. ولك شو في دنيا It's hot يا شباب بيضا 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 ي